7 نقاط مركزية تعين الإنسان على أن يكون اجتماعيا ناجحا اجتماعيا، وهي 7 محطات: العلاقة مع الخالق، ثم العلاقة مع المخلوق، ثم العلاقة مع الذات. هذه الثلاثية تكون عندنا 7 أشياء. أولا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى قائمة على العبودية. سنأتي بكل علاقة ووصفة وكلمة واحدة تصفها، قائمة على العبودية. أن الإنسان تزداد حرية في هذه الحياة بازدياد عبوديته، كلما كان عبدا لله كان حرا، كلما زادت هذه العبودية أصبح حرا. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، العبودية تعني أن لا يكون الإنسان عبدا للدرهم ولا للدينار ولا لأهوائه ولا للذاته ولا لرغباته، وإنما يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة الأولى. ثم تعريف العبودية. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن أتينا لهذه الحياة ولا يجب أن نفقد غايتنا من هذا الوجود. العبادة كما علمنا علماؤنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة ليست محصورة في سجادة ولا في محراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله، إذا قلنا أن العبادة هو كل ما يحبه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من الأمور معاليها. كل شيء يحبه الله عبادة، كل شيء من المعالي عبادة، مثل هذه المجالس عبادة لله سبحانه وتعالى إذا أحسننا النية، ويصلح الله عز وجل لنا البقية. إذن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. العلاقة مع الله مبنية على العبادة، على العبودية. طيب العلاقة الثانية هي العلاقة مع النفس، مع الذات، وهي مبنية على التزكية. أطول جواب لأطول قسم في القرآن جوابه تزكية النفس. نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذا أطول قسم في القرآن. قد أفلح من زكاها، زكاها أي طهرها من العيوب ومن الذنوب. ويقول ابن المقفع: أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عن نفسه. مسألة التزكية مسألة صعبة جدا جدا جدا، وهي مرحلة يجاهد فيها الإنسان إلى أن يضع قدمه في الجنة، نسأل الله عز وجل ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: الكامل من الرجال هو الكامل في نفسه المكمل لغيره. تجد كثير من الناس من المحبين للخير ولا المؤثرين، تجده يحرص أن يكون مكملا لغيره ثم ينسى أن يكون مكملا لنفسه. حتى يكون الإنسان مكملا لغيره يجب أن يكون مكملا لنفسه، حتى يعرف أن سر النجاح والنجاح في السر. عندما يقف أمام الناس ويقول: يا عبد يا عبد، ربك ربك ربك، يجب أن يكون في الخلاء يقول: يا رب عبدك عبدك عبدك. هذا هو النجاح الذي يساعد الإنسان بإذن الله تعالى على تزكية نفسه. رقم 3 العلاقة مع الآخرين. العلاقة مع الآخرين قائمة على الفضل والعدل، على الفضل والعدل. هذه الثنائية يا كرام، ثنائية التراحمية والتعاقدية، تقوم عليها مصالح الناس. فكل إنسان بينك وبينه علاقة خاصة وعشرة، مثل الأهل، الزوجة، الأبناء، الأقارب، الأصل فيها التراحمية. ولا المقصود بالتراحمية التعامل بالفضل، بمعنى أنك تعطيه أكثر من حقه، هذا فضل، أو أن تصبر أن يأخذ من حقك، وهذا أيضا نوع من الفضل. في حالات الخصام يلجأ الإنسان إلى التعاقدية، إلى القانون، إلى النظام، إلى المشارطة التي بيننا وبين الطرف الآخر. إذن الأصل في العلاقات القريبة هي التراحمية، فإذا حدث الخلاف أصبحت علاقة تعاقدية. والعكس، الأصل في التجارة أن تكون تعاقدية، فإذا استمرت واستدامت تحولت إلى تراحمية. كثير من الناس يخطئ أن يبدأ في العلاقة في التجارة بعلاقة تراحمية. لذلك الصداقة إذا تحولت إلى شراكة ربما تفسد، لكن الشراكة إذا بدأت ثم تحولت إلى صداقة ربما تستمر. ونذكر جاني سباك وقلط عندي، وقال دخل عندي بيشتغل شغلة،
فأكرمته، هو ضيف فأكرمته وقلت له طيب أبغى الشغلة هذه والشغلة هذه والشغلة هذه، قال لي خلاص. قلت له يلا أبدأ وما في مشكلة يعني نصلح بعدين. قال لي لا، قال لي لا الحين جنجال بعدين كويس، الحين كويس ترى بعدين جنجال. والذي يقصده هو أن الآن نبدأ بعلاقة تعاقدية لتكون العلاقة بعد ذلك تراحمية. أن نبدأ بعلاقة تراحمية في عمل، في بزنس، في مشاريع ربما لا تكون نهايتها نهاية جيدة. إذن العلاقة مع الآخر قائمة على العدل والفضل. طيب ما حجم الآخرين في حياتنا؟ ثمة علم اسمه علم الاجتماع يدرس المجموعات، ثمة علم آخر اسمه علم النفس يدرس الأفراد، يدرس النفس. خرج علم وسيط بين علم الاجتماع وعلم النفس يسمى علم نفس الاجتماع، وهو من العلوم الحديثة. علم النفس كله علم حديث، يعني من الغرائب أن من أقدم العلوم هو علم الفلك، ومن أحدث العلوم علم النفس. وكيف لهذا الإنسان أن يفكر في أبعد نقطة ليدرسها من زمان وتجاهل ذاته التي بين جنبيه. علم نفس الاجتماع قائم على التعريف التالي. ما هو تعريفه؟ إذا قلنا في علم اجتماع وفي علم نفس، تعريف علم نفس الاجتماع هو أثر الناس على النفس حضوريا أو تخيليا أو ضمنيا. حضوريا مثل ماذا؟ حضوريا مثل كل واحد من الموجودين هو ليس هو كما هو لوحده، بمعنى أنا الآن أرتدي قناع يتناسب مع الظرف الاجتماعي، فهذا الحضور أثر على نفسي حضوريا بوجودهم. أنا أتغير، لا جلستي هي جلستي، لا عفويتي هي عفويتي، لا طريقة أكلي سأكل كما لو كنت لوحدي. إذن حضور الناس يؤثر على النفس حضوريا. النوع الثاني من أثر الناس على النفس هو أثر تخيلي، ولذلك الإنسان عندما يريد أن يذهب إلى مناسبة معينة فإنه يأخذ يفتح مثلا خزانة الملابس اللهم لك الحمد، فينظر في أيها سيختار، فإنه سيختار من الملابس ما يتخيل به الحضور. إذن هذا على مستوى الملابس، ما بالك على مستوى الأفكار، على مستوى التحضير، على مستوى ماذا سيقول، على مستوى استشعار ما يقولون عنه الناس. هذا أثر الناس على النفس تخيليا. ومن أعظم ما يمكن أن يقال في هذا السياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يظلهم الله في ظله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وذكر منهم رجل جاهد في سبيل الله فقتل، فيأتي يوم القيامة فيسأله الله: أقاتلت؟ قال: قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلت في سبيلك. فيقول: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، ليقال جريء، فقد قيل ثم يجر إلى النار، تبغاها فقد قيل. انظر إلى مدى حرص الإنسان على تخيل ما سيقوله الناس عنه. هو يبحث عن ثناء لن يسمع، هو سيموت أصلا، هو سيبحث عن ثناء لن يكون إلا من بعده. إذن هذا النوع الثاني، أثر الناس على النفس تخيليا. النوع الثالث، أثر الناس على النفس ضمنيا. ضمنيا كأن، والمقصود بضمنيا هو أن يكون لهم تأثير على مستوى أفكارنا وقناعاتنا ولباسنا وعاداتنا وتقاليدنا وعباراتنا. وتجد أن الإنسان في تعامله مع ربما زوجته إنما هو امتداد لما كان يراه في بيت والده ووالدته، إما شيئا جيدا يتممه أو شيئا غير جيد يصححه وما إلى ذلك. إذن أثر الناس علينا ضمنيا وتخيليا وحضوريا. بل أبعد من ذلك من تأثير الناس على الناس، أذكر مرة كان في واحد اسمه جان كانفيلد، جاك كانفيلد، صاحب كتاب أو سلسلة شوربة الدجاج، مترجم موجود في جرير. جاء مرة في مؤتمر فسألته، قلت له: أنت كم بعت من كتاب من السلسلة هذه؟ قال بعت 93 مليون، الوهم من عندي 93 أو قال 97 لا أذكر. فقلت له: كيف يعني؟ قال: ب 14 لغة.
قلت يعني هل هذا تسويق ولا مبيعات ولا ما هذه البراعة؟ قال لي لا براعة ولا شيء، خلني أقول لك هذه القصة، وكانت قصة فارقة بالنسبة لي. يقول كنت أدرب في ملعب جولف في أمريكا، وكان عدد الحضور ما بين 8,000 إلى 12,000، وكان عندي أنا هذا المؤتمر عبارة عن ساعة أقدم فيها المحتوى، ثم ثلث ساعة أرتاح، ثم يأتي المحاضر اللي بعدي يقدم ساعة ثم يرتاح ثلث ساعة، ثم المحاضر الثالث ساعة ويرتاح ثلث ساعة. يقول أنا أول واحد قمت تكلمت لمدة ساعة، يقول بعدين ارتحت خلف الستيج أو خلف المسرح لمدة ثلث ساعة، قام فريق التسويق عندي في بيع الكتب على الجمهور. يقول انتهت ثلث ساعة، جاني فريق التسويق قال احنا بعنا ب$24,000. فقلت ممتاز، ولكم جائزة ولكم نسبة وأنتم رائعون وأنتم كذا. يقول بعدين المحاضر الثاني قام وبدأ يتكلم، وكان أنتوني روبنز، وبدأ يتكلم. انتهت الساعة للمحاضر الثاني، وبعدين ارتاح لمدة ثلث ساعة. أثناء الراحة يقول قاعد أسولف أنا معه، يقول دخلت سيارة بنك مصفحة، فقلت لهم هذه إيش؟ قالوا هذه سيارة بنك. قلت لهم ليش؟ قال جاية تأخذ الكاش من مبيعات المحاضر الثاني توني روبنز. فقلت أنت توني بكم بعت؟ قال أنا بعت $1,200,000. يقول التفت على فريق التسويق حقي اللي قبل شوي كنت بعطيهم نسبة، قلت مفصولين، أنا أبيع ب$24,000 وأنت يا توني تبيع ب$1,200,000 ليش؟ جمهورنا واحد، المواضيع اللي تكلم فيها واحدة، المكان واحد، الوقت المخصص لنا واحد، ليش تبيع أنت بهذا الرقم وأنا أبيع بهذا الرقم؟ يقول التفت علي توني روبنز قال كلمة عجيبة يا جماعة، يقول قال لي أنت، يقول أنا كنت أظن أنه بيقول لي عن أفكار التسويق والتسعير وغيره، قال لي جاك أنت منهم شلتك الفكرية؟ قلت له إيش شلتي الفكرية؟ قال الناس اللي تجلس معهم منهم؟ قلت فلان وفلان. قال لا ما أبغى أسمعهم. أقل واحد منهم دخل كم في السنة؟ قال $60,000. قال عشان كذا أنت تبيع $25,000. يقول قلت له ليش؟ قال إحنا أقل واحد، يقول أنا يتكلم عن نفسه أنتوني، يقول أنا أقل واحد في شلتي دخله السنوي $1,000,000، إذا نزل طلعناه من الجروب. يقول قلت له ليش؟ قال لأن أصدقائك الملازمين لك يصنعون معايير حكمك ورضاك عن حياتك، يصبحون مثل البنشمارك. بمعنى مثلا أنا كنت أقرأ نصف ساعة يوميا، وكنت أرأس مجموعة مو بما يحبوا القراءة، لا عندهم فوبيا من القراءة، وإذا دخلتوا معي كتب قالوا جل نفسية، ما يحبوا القراءة نهائيا. فأنا كنت أنظر لهذه النصف ساعة على أنها إنجاز مقارنة بالشلة الفكرية التي تغير معاييري، فأنا من خلال ما أقارنه أنا أحسن منهم بكثير، أنا أقرأ نص ساعة في اليوم. لدرجة أن واحد سألني مرة قال لي أنت تقرأ؟ قلت لي أقرأ. قال كم؟ قلت نص ساعة. قال في اليوم؟ أنا والله خفت من العين، قلت لا لا يا بحال في الأسبوع. قال لي إيش وحسنك فاضي، إيش من اللي يقرأ نص ساعة في اليوم؟ فكنت أنا محتفي وخايف من العين على النص ساعة هذه مقارنة بمن حولي. انتقلت إلى عمل آخر أكاديمي في مركز بحوث، وكل اللي حولي نفسيات على كلامهم، واللي يقرأ واللي مع فرص نصير مع كتب، واللي بديت أسألهم كم تقرأ؟ قال أربع ساعات. وأنت؟ قال 7 ساعات. وأنت؟ قال في السفر ولا في الحضر تبغى؟ قلت لا ما شاء الله. قال لي ما يفارقني الكتاب. ثم بدأت أنظر في مثلا سير الكبار، مثلا الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه كان في مسرح وتكلم في موضوع وتكلم في موضوع وتكلم في موضوع، فسأل أحد الطلاب قال يا شيخ أنت في كل موضوع تتكلم. قال منذ عقلت من 70 سنة وأنا أقرأ 300 صفحة يوميا رحمة الله عليه. ثم قال حاشاكم وحاشاه رحمة الله عليه، قال وأي حمار يقرأ 300 صفحة مدة 70 سنة سيتحدث في أي موضوع؟ لما يقرأ الإنسان أن هذا يقرأ بهذه الطريقة واللي حولي كلهم صاروا يقرؤون بهذه الطريقة،
بدأت أخجل من النصف ساعة التي كنت خايف فيها من العين. الذي تغير هم الصحبة، الذي تغير هم الصحبة. إذن أثر الناس علينا حتى في محاكمتنا لأنفسنا ومحاكمتنا لحياتنا، وصنع قواعد ومعتقدات تصحح لنا النظرة إلى الحياة من خلال الصحبة، من خلال الصحبة. إذن العلاقة مع الله قائمة على العبودية، العلاقة مع النفس قائمة على التزكية، العلاقة مع الآخرين قائمة على العدل والفضل. العلاقة الرابعة، العلاقة مع الشيطان، العلاقة مع الشيطان قائمة على العداوة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. العلاقة مع الشيطان علاقة غيبية غائبة، غيبية أي ضد عالم الشهود لا نراها، وغائبة أي أنها ضد حضورها في حياتنا. لو تجي الواحد تقول له ترى هذا من الشيطان، قال بلا دروشة، في حياة مادية لا تؤمن بمثل هذه الأشياء، مع أن النصوص والقرآن والسنة كثيفة التحذير من أثر الشيطان على الإنسان. ولي محاضرة أن اتسع وقت أحدكم لسماعه اسمها قصة أو عدو النجاح الحقيقي، قصة الشيطان. منذ اللحظة الأولى أعلن تحديه، قال لأحتنكن ذريته، أحتنك يعني حط حنك، أفره يمين ويسار. ثم هذا الشيطان في أثره على الإنسان غاية في العجب، غياب عن المشهد يجعلك لا تقدر ما يحدث لك تقديرا صحيحا. أول ما تدخل إلى البيت في شياطين برا عند الباب ينتظرونك، تقول الأذكار ولا يقول ضمننا المبيت. أكلت إذا ما سميت قالوا ضمننا العشاء. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا في صحيح مسلم، صحيح مسلم، أنه جاء يقول الصحابي كنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويتعشون، فجاء ذلك جاءت جارية صغيرة أرادت أن تأكل، فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها، ثم يأتي ذلك الأعرابي يريد أن يأكل فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها. الذي يعرف كرم النبي صلى الله عليه وسلم ربما يستغرب لماذا هذا، ليش يمسك يد الطفل الطفلة؟ اللهم صل وسلم. لماذا يمسك بيد الجارية الصغيرة وهو الكريم عليه الصلاة والسلام؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أراد أن يشارككم في أكلكم هذا، في طعامكم، فأتى بهذه الجارية لأنها ما تسمي، يقول فمسكت يدها، وأتى بهذا الأعرابي لا يعرف التعاليم، يقول وإن يدي لفي يدها وفي يده، ثلاثة. يعني الشيطان ماسك يد الجارية وجايب بيأكل من خلالها. حضور للشيطان عجيب جدا في حياتنا، في المأكل، في المشرب، في طبعا صراع أو معركة النوم، في خيشومك ويبول في أذنك ويعقد العقد عليك ولا تصلي، في دورة المياه معركة، في الذهاب إلى المسجد معركة، يأتيك ويشعرك بأن لم تقض وضوءك، وإذا دخلت المسجد يجيك الخنزر على يمينك وعلى يسارك وكأنه صغار الغنم، في كل مكان حتى في لحظات الجماع. الحديث أو الدعاء في لحظة الجماع هو سطر ذكر فيه الشيطان مرتين، مو سطر واحد، ذكر فيه الشيطان مرتين. إذن حضور عظيم جدا بالنسبة للشيطان في حياتنا، لكننا نغيبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليجري في مجرى الدم من ابن آدم، حضور كثيف. والشيطان له عدة خطوات، الخطوة الأولى أنه يريد منك أن تشرك، يريد منا أن نشرك، فإن لم يستطع فعلى الأقل الكبائر، فإن لم يستطع فدلك على الصغائر، فإن لم يستطع جعلك تستغرق في البدعة، ثم جعلك تستغرق في المباحات، استغراق في المباحات. والمباحات يقول عنها السلف أنها البرزخ بين الحلال والحرام، الاستغراق فيها. ثم إن لم يستطع شغلك بالمفضول عن الفاضل، لكنه لا يتركك أبدا. إذن العلاقة مع الشيطان قائمة على العداوة والحضور، أنه حضور، أن لابد أن نفكر في حضوره بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، يبتسم ورجل كان يخاصم أبا بكر،
ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رد عليه أبو بكر قام وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فذهب إليه أبو بكر قال يا رسول الله عسى ما زعلت عليه، قال لا كان معك ملك يدافع عنك حتى رددت عليه وتركك الملك. ترك استشعار في شيء